للحديث أكثر ينضم إلينا من رام الله أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين. أهلا بك سيد أمين. سيد أمين، يوم الأسير هذه السنة يأتي في ظروف استثنائية، ظروف صعبة جدا، سيئة للغاية. لو نبدأ يعني بالتطرق إلى كيف تغيرت معاملة الأسرى داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر إلى اليوم؟ يعني بعد التحية لأسرانا وأسيراتنا في يوم الأسير الفلسطيني، هذا اليوم الوطني بامتياز، هذا الثابت من الثوابت الوطنية الفلسطينية. الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي انقلبت رأسا على عقب، وكان هناك اعتداء صارخ على كل الحقوق الإنسانية للحركة الأسيرة داخل هذه السجون، حيث تم الاعتداء على أبسط حقوقهم في المأكل وفي المشرب وفي الملبس. هناك حملة تجويع تمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى. الأسرى فقدوا من أوزانهم أكثر من 20 إلى 30 كيلوغرام لكل أسير فلسطيني داخل هذه السجون. الأسرى محرومون من زيارة ذويهم، من زيارة المحامين، من زيارة المؤسسات الحقوقية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي لم تستطع، ونحن في اليوم 94 بعد الماء من هذه الحرب المدمرة ضد الشعب الفلسطيني، حرب الإبادة، لم تستطع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة أسير أو أسيرة فلسطينية واحدة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية بسبب الرفض الإسرائيلي لأي مؤسسة أي كانت لزيارة الأسرى أو الاطلاع على أوضاعهم، وتحديدا الأسرى المرضى، حيث تتواصل سياسات الإهمال الطبي المتعمد التي أودت بحياة العشرات من الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، حيث أننا فقدنا في خلال شهر واحد الأسرى تباعا خالد الشاويش وعز الدين البنا وعاصف الرفاعي، ثم الأسير الشهيد وليد دقة، 4 شهداء من الحركة الأسيرة الفلسطينية في أقل من شهر، ثم عبد الرحيم حامد أيضا في سجن هدريم ارتقى شهيدا، وقبل ذلك ارتقى العديد من الشهداء بفعل الضرب وامتهان الكرامة والاعتداء عليهم بالهروات والعصي الحديدية، كما حصل مع ثائر أبو عصب وعمر دراغمة وعبد الرحمن مرعي وعرفات حمدان وغيرهم من الأسرى من قطاع غزة الذين أيضا ارتقوا شهداء بفعل هذه الاعتداءات والضرب المبرح. لديكم أعداد الفلسطينية محددة بالنسبة لأعداد الأسرى والاعتقالات بقطاع غزة؟ لأن يعني في ظل ما يعانوه من إخفاء يعني قصري والظروف التي يتم اعتقالهم بها أيضا، يعني عدد الأسرى الآن داخل السجون الإسرائيلية 9500 أسير وأسيرة. أما فيما يتعلق بالأسرى المعتقلين من قطاع غزة، هناك عمليات إخفاء قصري لعددهم، لأوضاعهم، لظروفهم. هناك معسكرات اعتقال سرية مثل معسكر سيتي ديمان في صحراء النقب ضد أسرى قطاع غزة. هناك أسرى أطلقت عليهم إسرائيل مقاتلون غير شرعيين وعددهم أكثر من 800 أسير. هؤلاء لا تنطبق عليهم حسب وجهة النظر الإسرائيلية الأعراف والقوانين الدولية ومثيق جنيف الثالثة في التعاطي والتعامل معهم داخل السجون، وبالتالي هم عرضة لقتلهم، لإعدامهم، التشريع بتعذيبهم، التعامل معهم خارج نطاق كل الأعراف والقوانين الدولية، لأنه لم تستطع حتى هذه اللحظة أي مؤسسة حقوقية من زيارة هؤلاء الأسرى من قطاع غزة للاطلاع على أوضاعهم. القيود معصوبية الأعين، القيود موجودة في أيديهم وفي معاصيهم طوال الوقت، مما أدى إلى بتر بعض أعضاء وأيدي الأسرى بفعل هذه الإجراءات التنكيلية والعقوبات الجماعية والإجراءات المخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية. صحيفة هارتس الإسرائيلية أفادت أن هناك 27 أسيرا قد قضوا بالإعدام داخل هذه المعسكرات السرية، ومن ثم تم إلقاء جثامينهم في شوارع شمال قطاع غزة. كذلك المجزرة التي حصلت ضد 30 معتقلا فلسطينيا والذين تم العثور على جثامينهم في بيت لاهية، حيث كانت أعينهم معصوبة وأيديهم وأيديهم مقيدة وتم إطلاق الرصاص عليهم من مسافات قريبة، بمعنى أن هناك جرائم ترتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني المعتقلين والمعتقلات من قطاع غزة. وهناك تقارير من الأمم المتحدة تفيد أن هناك حالات اغتصاب بحق الأسيرات من غزة، وبالتالي هذه الإجراءات وهذه التنكيلات وهذه الممارسات التي تقوم بها إدارة مصلحة السجون ووحدات القمع ضد الأسرى بشكل عام وضد أسرى قطاع غزة بشكل خاص، تدلل على أنه لا يوجد هناك لا محاسبة ولا رقابة من قبل المؤسسات الحقوقية عما تمارسه
إدارة مصلحة السجون وبأوامر من ابن غفير وحكومة الحرب الإسرائيلية ضد الأسرى. ماذا عن أعداد الأسرى يعني من الأطفال والنساء سيد أمين؟ ماذا لديكم من تفاصيل؟ يعني الآن يوجد في السجون الإسرائيلية 200 أسير طفل، تم تحويل 40 من هؤلاء الأسرى الأطفال إلى الاعتقال الإداري، هذا بعد أن تم الإفراج عن أعداد كبيرة منهم في الصفقات الماضية خلال الدفعات الثمانية التي تمت قبل 4 أشهر. كذلك يوجد الآن في السجون 80 فتاة وامرأة فلسطينية، تم تحويل 20 منهم إلى الاعتقال الإداري. وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين محافظات الضفة الغربية حتى فجر هذا اليوم إلى 8550 معتقلا فلسطينيا، تم تحويل 3660 معتقلا إلى الاعتقال الإداري وتجديد الاعتقال الإداري لهؤلاء، والذين أصبحوا يشكلون 40% من مجمل الأسرى داخل السجون لمجرد أنهم أسرى سابقون، أسرى محررون يمارسون حقهم في التعبير عن رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يتم اعتقالهم، وبالتالي حملات الاعتقال متواصلة مستمرة في كل يوم وفي كل مع كل فجر يوم جديد يتم مداهمة العديد من المنازل في المدن، في القرى، في المخيمات، في البلدات، واعتقال أعداد جديدة مما أدى إلى اكتظاظ داخل السجون الإسرائيلية. ارتفع عدد الأسرى من 4300 قبل 7 أكتوبر إلى 9500 أسير وأسيرة فلسطينية، وهذا العدد لا يشمل أسرى قطاع غزة الذين لم نستطع إحصائهم أو معرفة ظروفهم ولا حتى المؤسسات الحقوقية، لأن هناك طوقا شاملا وتغيبا معلوماتيا كاملا عن أوضاعهم. نعم. من قبل حكومة الحرب الإسرائيلية ومن قبل إدارات مصلحة السجون الإسرائيلية. طيب، هل التوصل إلى صفقة سيد أمين، هل يمكن لذوي المحكوميات العالية أن تشملهم هذه الصفقة؟ نعم، بالتأكيد هذا هو شرط للفصائل الفلسطينية المقاومة في قطاع غزة. إذا لم يتم الإفراج عن أسرى المؤبدات، باقي الأسرى كما قلت 40% منهم معتقلون إداريون، هناك 200 من الأطفال ليسوا مؤبدات، هناك 80 أسيرة ليسوا مؤبدات، وأيضا هناك أسرى مرضى مصابون بأمراض مختلفة ومتنوعة داخل السجون الإسرائيلية. الأسرى المؤبدات 556 أسيرا مؤبدا، أكثرهم حكما الأسير عبد الله البرغوثي 67 حكما مؤبدا، وبعد ذلك الأسير إبراهيم حامد 58 مؤبد، وعباس سيد 36 مؤبد، وحسن سلامة 48 مؤبد، وغيرهم من أسرى المثائر حمال 13 مؤبد، وسعداء القائد الوطني أحمد سعدات، والقائد مروان البرغوثي 5 مؤبدات و40 عام. وكل أسرى المؤبدات هؤلاء يقضون الآن أكثر من ربع قرن داخل السجون الإسرائيلية. لذلك أهم نقطة في صفقة أي صفقة تبادل قادمة هي يجب أن تشمل أسرى المؤبدات أولا، لأن باقي الأسرى مدة محكومياتهم ليست عالية وليست طويلة، وبالتالي ربما يتم الإفراج عنهم تباعا، وخاصة الأسرى الإداريين. أما بالنسبة للمؤبدات فهذا شرط لإنجاز هذه الصفقة، لأنهم تم إعادة أكثر من 70 أسيرا بعد تحررهم في صفقة وفاء الأحرار شاليط، وعلى رأسهم نائل البرغوثي الذي دخل عامه 44 داخل السجون الإسرائيلية. حتى لا يوجد هناك أي حصانة، أي ضمانة لأي أسير محرر حتى في صفقات التبادل أن لا يتم إعادة اعتقاله مرة ثانية. هناك أسرى تم إعادة اعتقالهم وإعادة الأحكام السابقة إليهم. وهناك أيضا سيد أمين من يتم يعني وفق شرط إسرائيلي يتم طلب بإبعاده عن المنطقة التي هو منها، أو إبعاده حتى عن الأراضي الفلسطينية. ما الموقف يعني القانوني من شرط إسرائيلي كهذا؟ يعني إسرائيل كانت في كافة عمليات التبادل السابقة تريد إبعاد الأسرى الفلسطينيين عن موطنهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، أو من الضفة والقطاع إلى خارج الوطن الفلسطيني، لكن الأسرى الفلسطينيين وكذلك الفصائل في قطاع غزة يرفضون مثل هذا الشرط، لأن هذا تهجير ونفي لهؤلاء الأسرى الذين قضوا عشرات السنين من عمرهم من أجل كرامتنا وحريتنا واستقلالنا، وهم يريدون العودة إلى أحضان آبائهم، أمهاتهم، أبنائهم، بناتهم، زوجاتهم، ولا يريدون إبعادا جديدا كما حصل مع الأسرى الذين تم إبعادهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة في صفقة وفاء الأحرار شليط، وقد تم اغتيال العشرات منهم بفعل قصف الطائرات الإسرائيلي الذي تم اغتيالهم سواء في مشفى
في مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، أو من خلال إطلاق الصواريخ عليهم في أماكن سكناهم أو أماكن تواجدهم في قطاع غزة. وكذلك كان هناك اغتيالات خارج الوطن الفلسطيني، وبالتالي هذا شرط لا يمكن أن يوافق عليه لا الأسرى ولا الفصائل، لأنهم يريدون العودة إلى وطنهم الذي ضحوا من أجله، ويريدون استكمال باقي أيام عمرهم سواء منهم المرضى أو كبار السن أو المؤبدات بين أبناء شعبهم وبين ذويهم. أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. الآن نستعرض معنا